السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وفق بني آدم ك إلهي سبحانه وتعالى وحوية لي عمري حددا ما لن بو عمري قيسو بلاب ما إلهي وقدري ما لن عمري قيسو دمادة وقبوبة ما لن تاو دشوية ما لن تاو دنتين نفت لغا قبطو إن تاو دحيسا يا قفول با عمري قيسا عمري قبني آدم كويساقو مركا هرابا ير ومد النبي محمدنا ومداك لويكا عمري يرتا سيدو الشيخي نبي قيني محمد عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. عمري قوم الضيدوا لحدا إلا تضباطا سيدا يبدأيهين أرن كودوا غالب كوي وحيار ضدك نافا تضباطا شر وحنين أكسونا هيمان تمر كينو حال كينا يقنو حتى اللي حدن شركو ينو ينقو يريهاي وداد كينو ايو بدن يهين للي يرو قفك بني آدم كا عمري قا إلهي سبحانه وتعالى وسيي وحاول له وحو مرا مراحل كلا دنبيسة مراحل شاسين وي كلا قيمة بدن تاي مرحلة دا وقيمة بدن هدي قفك بني آدم كا يوكفا إيديستو ومرحلة الشباب ومرحلة دليرة نمضة إيادو قرآن كي يصنوه بسيقو دا يوغهد لين وفك بني آدم كاهي عمري غا حددين وها استينانو اسكد ضيعين إيوكاقا فايدة استوحا وحا انفعا الدنيا دا انتو تشوغو إيا وحسهاي آخرة ونقضة مالين كإلهي سبحانه وتعالى اللهور قين ايو وحا سيقارا ورسولك عليه الصلاة والسلام إن بدنو قهد لو كسوع العليي مرحلة دا دليرا نمضة مرحلة دا دليرا نمضة وحي الله دا سفاد إيا خصائص تلماما إيا وحيابا إلا قارتاي ومرحلة دا قفك بني آدم كاينتا بدنو وقوع عافماتك بدني ومرحلة دا قفك بني آدم كاي وقفر فرعون يهي ودليرتو مدالان تمرف ربضاً بو إلهي سبحانه وتعالى قفك مرحلة دا سوء قلي ومرحلة دا قفك وقو همي يهيكسي بدن يهي ومرحلة دا قفك بني آدم كاي وقو صبر يد القاد بدن يهي ووحيا وفا ربضاً بو حميلي كرا وددك وأوين أما مرحلة دا دلن يرني مولي آن سوء قارن يكوشرا مرحلة الصبا مرحلة دا عرور نمدا يا عيد نمدا آني حميلي كرين ومرحلة دا قفك دلن يرتا اما قفك كوشرا وقوة الدنيا تعليهاي ومقشدة الدنيا دا اموقتو
يين دكو هينتيدو ايا كبدن او كخوغ بدن موقشدا اخر او موقت وحا كو بدن وحا لو يقان تسويفكا وحي ان فيل احد يجرالي انو ديبو ديغو ورادو ولي وقتي بان هاي استايو دليير بان هاي شير دم با تو كن دونا ان سومي دونا قران انا خريسن دونا عباده انو تشيسن دونا لكن هدا دليير اني ماذا اذا وان كو باشاليا وقتي قاو لي هي وان كفايديسن دونا انا ووقتي انو اوغين انو غاري دونا dhalinyarta ilaahay damaanad ma siin nuxurkeedu u yahay qof dhalinyaro inaan u dhimanahay bal taasi waaqacayay khilaaf santaa oo in fara badan oo dhalinyaranimada aan dhaafin ku dhimata ayaa aad u tiro badan qofka dhalinyarta inuu wax qaato waxa loo sheegay u dhug lahaado in xaaladaha kala duwan ee soo maraya uu ku cibro qaata way ka yartahay inta laga helo dadka waaweyn ee marxaladda dhalinyaranimo dhaafay khibrad farabadan ba adoon iyo aakhiraba ugu dhiman qofka dhalinyarta ah taas waa ta keentay in nabiga nabi muhammad kaleey salaatu wasalaam isagoo si guud ummada u la taliyay dadka dhalinyarta inuu si gaar ah u la taliyo oo u la hadlo oo ugu celceliyo rasuulku kaleey salaatu wasalaam ابن عباس وحكوري النبي عليه الصلاة والسلام إنو نينو وانين يو كويري اغتنم خمسا قبل خمس شن كفايدة سوى شن فرصداد أو كسو مرأي شن تقدم بيو فرصدا كسيتين يا انتاني كسو قارن شبابك قبل هرمك فرصدا كوباد رسولك عليه الصلاة والسلام نينك أوشا قولي كفايدة سوى وفرصدا دليرا نمضه انت اند جبوب وحا امهم سنه لغا فايديسن يانا وتزود للاخره والحرص على الطاعه وما يقرب الى الله ويكون زادا اليه وين ادون قفك دليرتا وكدالو عبادته وهغان سنك الهي سبحانه وتعالى وصايق هذا الشد اخره يا وحمال انت الهي اللي هرجيه وحو ترايه وحفر بدن باين تدل يرتته هاي كو صورته غلا ويان معنو وهدو توله غبوغو كا هور استاغي دونا حدي اي غيري كديسو اني دليرنمدا كوغو ايمان كولي دليرنمدا غبو با كدب ايمان دونا وصحتك قبل سقمك بول رسولك عليه الصلاه والسلام عافي ما قبك كفايديسو انت انو حنون كو هليلين وحبضانو عافيماتك كوغو صورة قلع ايا عدرو مركو يماد دا صورة قلع انكو نقونا هين وفرصد قالي عافيماتك وغناك قبل فقرك غني نماذا هذا كفا ايديسو انت انو فقركو هليلين فقركو ددبو حتى دينتا كسارا قاربو ايمانكو دا ضعيفيا عباداتك يطاع عدو كسا كتشاديا وفقرها يا فتنية حولها يستا ونعمة إلهي وقف أيدي سيناد إلهي سبحانه وتعالى وفراغك قبل شغلك كانسك إيا فراغتها يستكف أيدي سو وحكو مشغولية إنتانكو إيمان وفك بني آدم كواحا مشغولية نوفر بدني مسؤولياتك أيا كميرة ميد قودة ومدة وقبته يمد ساقه وقاربة وحياتك قبل موتك انت نوشه هاي وفرصد نوشه ساي قادشا كو صورتا قلا توبد كيم با كو صورتا قلا وكو فران نوشه هذا كتسا هاي قادو كفا ايديسو انت هاني قيردو كو يمن قيردو فرصد بدن بي قوينيسا الامام الحاكم با حديث كاوريا وانا حديث صحيح هدادو في رسطة حديث كان شانتا الرمود رسولك عليه الصلاة والسلام وكو شاقي شنتو با دليرتا وي خسيان دليرا نمدي النبي عليه الصلاه والسلام وشاغ ايغا باي تاسو او غارتاي عافيمات كي بو شاغو وي نغا تلماناي دليرتو ددكا واييلكا وكا عافيمات بدنيهن سيدا غالبكا رسولك عليه الصلاه والسلام وحو شاغي فراغدا قفكا دليرتاي
وقتك يا هلالك وهيستاه وكبد يا هلالك ددك وين يا هيستان وايو مسؤوليات كويسي كردي يا مركز توقفك وينادو نولش قفك دليرتاي ددك كلا نولش ويلا وداغان لكن سينو شاغني مرحله دا نولش هاي كجيران صفات يا خصائص باي لهدهي نولش كو كلا اي كغه سريسو واي كغه دوانتاي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سنو حيري قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي قف كستو ابن آدم قمديه سكما السوليان إلهي هرتي ريتاق نادان ويوم القيامة قف البيلهي بالهرقين دونا سبحانه وتعالى عمل كيسبان إلهي ويدينيا يضعوك كل ترجمة سانة شرين وموقف عظيم وآدي آدوين حتى يسأل عن خمس هل كاسي أيو إلهي ورتاقنان يقفك بني آدم كي يوم القيامة وحالة ديز السيوة هذاك تاي قرآن كي حديث كبين بضل لينو قشاك إلا عشان الريمود لويديو عن عمره فيما أفناه عمره قيسا لويدين إياه عمره قيسي كدمي عمره قنو دمان إياه وشكل أنتاس وكل نفس ذائقة الموت بخير يوح أنفعو كل ماي مصدّيع يوح لبوله لا شك عمري قاقف كل ويدين يو إني كم تهاي براي وقيمة بدن تهاي مرحلة دل يرني مضو وعن شبابه فيما أبلاه عمري قوا سؤال جود وضد كردن خصيصة دل يري ويلبا دليرا مرحلة دي دليرا نمان السؤال قارا لقوي الدينية دليرا نمادي سمحو كباليي دليرا نمادو ويباليو بسا غفوليك دليرا هاني يامتشرا داني قيري كصهر مرين قبو با دليرا نمادا كوحيقا وماله من اين اكتصبه وفيما انفقه حولي سأل لقوي الدينية حقو مركو ركتب عضا محلال مسحاران حقو سكو بحيي ما مال إلهي رالكو ياهي مسا مال إلهي أنو أقولين وماذا عمل فيما علم علمي قي سمحو كاقع عمل فلي شانتا إلا لو يديال كاسو إلهي سبحانه وتعالى ورتاقنانية ترميدي با حديث كاسي وري حديثا واحد حنبار سنتا هاي عباد الله تلوين واوين وآدو قيمة بضان وددك دالي يرتا إباشالك الدنيا إيا مشغول كيدا كتشرا إن بدنا وكم بدنا واجبات كي حقوق دي عبادات كي الرماه سايسي تيين برارو تينوا وغفلت دا كتو سيريسا إيا إلاو غارف ربضان يا إلا بين سرتاق إلهي إيا دار الآخرة إيا قيردو إيا قوة لليارة إنا يو إنا يو إيمان كرتو ويا هلالي كرتو أي دوفان كرتو أي قادي كرتو إيا مرحلة دا أي كتيران قيمها إلا دا إلاو غاي إلا بين السيدي يا هيدا أنا أقوم بدرشان وأنا أقف فائدي السن بلغ يا أبو إن بدن وكميدي مرحلة دي نلشو ذو قيمها بدنيد إن يكون خساريان وحان شرف إيا قيمة منفع إيا واحتر من نبع اللهين بل دي بقى تقوله سيدا مع سيدا نوعي ذكر الدوان ويكمي تهي ما أنت كواتك أبداً دروغة النوعية ذا كلا الدوان وقاتك وكمي دي هاي حشي شدوا هاي كمي تهاي خمرق ايه وحياب الله المالا معاسي ذا انت فراها بدن مو بلده ايه الادهة اللقوة ذا حليلاء موح لقد دعوة ذا يحنبار سيهين فاتقوا الله ايها الشباب بل يرى الهي كبغدا ربنا سبحانه وتعالى وحي خلد ايه قابينا وقتو بدكينا فرصد ذا قالي قانا وحقي ملمويان وحك لاكو ضيعينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله تذكروا ونكسنا علمي وايل بالله كو إيمان لو آخر حصوصا أها dhalinyarta waqtigooda joogtay waxay siin jireen talooyin qiimo badan iyagoo arinta noocaasi ah Ilaahay ugu dhawaanaya isla markaana kaga dayanaya nabigeenii Muhammad
عليه الصلاة والسلام إذن يرتئم بدن لتلي الحسن البصري رحمه الله وعالم كم إذا علم دي تابعين تا ورقي صحابة سوء قاري وحولي سقود أن يرت الله الله يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها دل يري والد الله طالين إياه آخرة أغادة وناق آخرة رادية فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا خبرت دا يتجاربت الدنيا إن صومرتي وحيابها نكبر أنه وحا كم إذا وفكوا هدو آخرة رادية آخرة هدو رادية يدا يا الدنيا اللي بدأ بوهي لي إلهي سبحانه وتعالى وفك آخرة رادية هم يقيس أوين كدقة الدنيا دي سنة بركينا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلهي سبحانه وتعالى كتاب كذا ساكوني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا ولقي ما أننا رقبوا لقف هم يقيسوا الدنيا ونغضي والدنيا ورادين أي آخرة إلا وسن والدنيا آخرة لبضب وضح علي البيهقي في كتاب الزهد الكوري عبد الله بن عون رقد لي روح لي رفضي أبي وسن الله تلين يوم لهد لاي وحوري معشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون لي روح لي روح نمضي أنا إذن دقن همودين إذن كوين إذن دمان هين وقريدة هاي اللومين إن بدن بانو أرقني وشاهدانو أهين دليرة دمتي ابن أبي الدنيا بكوريي كتاب كيسا العمر والشيب ليرادو عمري غي عرادة الحسن البصري رحمه الله مركل وحوري ساقو لهاد لايا دادي سوكو تيرا وضيال يا دليرة سيقارنا دليرة التلوسيي يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاه مركل وراء وضياشو لهاد وحور الزرع وحدو قارو وقت يجي بسيل كيسة وحلق لسو قوامح صويلة شرمها مركضتك الدادة النقضة يو وقادة واحد قارده وقت قدم الله هيدين الدنيا ده هيسكو إلا بنا حتى نرى يرتب الله الله وحيري يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ دل يري وقادة زرع يسقون قارين بوقت يجي لقو سنهي وحادي عكرتا عدو الراء يا آفاد كصوه الرياين كنعان معنا قفكو يساقون داء يقبو وقت مركا قيري وسرادا اللي لو يكو هايسان قارنبا وحادي عكرتا يساقون دليرين قيري كنعان ميمون ابن مهران وحو دليرت كورن شري يا معشر الشباب قوتكم ونشاطكم اجعلوها في طاعة الله دل يري إلهي بايد سيي حك يا عافمات ربي با سبحانه وتعالى إذن سيي فرفرعوني يا تمر يا كرتي إلهي طاعة دي سجلية أبو نعيم با كوري في الحلية وحلقا يا أبا دتك الدنيا دو قلوبته دو كوي انتهي إنا يراهدان دل يرتم آخرون با لقا لها الله يا الدنيا دو ميان لقا لها الله هين نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت وبدن اخرك لها الله ويهم قا الدنيا مركه ري يغا بحمبار سما الدنيا ان لو تلمامه والدنيا لو ديري غليو باهيدا يقبا وحا كبدن باهيدا يقبا اخرين لحصوصيه لو تلمامه وايو الدنيا ده مركه هره ايا قلوبتودا اي كو وينتاي بل يرنمدا با اسكا وداتا سهره با انو شيرني إن وقفكوا الدنيا ذوهي اللي هي وهم السربا وهي سيان الثوري رحمه الله تعالى إمامك حديث يقان كها وحقل يرتكوا لنشري إذا لم تصلوا اليوم فمتى أي متى تصلون ما أنت هدي إذا أنت كان إذن كوردل يرى وعافمات قبا حب إيو تمر إلهي سبحانه وتعالى إذن سيي وعقلك ربي وإذن لما يستري قور ما تكنسا متى تصلون الدراء وحنا نتكلم إن مركان وينانه يا كود ما نطق هذا إن دوينانس هداد وينات مركد ويناتنا ما هانا يصح سد هذا هيد مركد دليرته هيد حسن البصري رحمه الله
talaad u qiimo badan isagoo dhalinyarta siinaya wuxuu yidhi macshar shabaab iyakum wattaswiif dhalinyaray waxaan idinka digayaa camal wanaagsan oo aad qaban kartaan maanta inaad beridii ugu dhigtaan sawfa afcal sawfa afcal iska ilaaliya jeer dambaan samayn waqtiga soo socdaan tukan aan soomi qur-aan aan akhrisan digriga aan farabadin waan toobad keeni doonaa haddase dhalinyaranimadaydaan ka faa'idaysanayaa oo raaxada adduunye ee xaaraanta ah iyo baashaalkeeda aan kaga faa'idaysanayeen war haddaad naftiina badbaado la doonaysaan taa iska ilaaliya buu ihi ibn abi dunya baa ku wariya kitaabkiisa qasrulamal la yidhaahdo waxaan leeyahay dhalinyarteenna khayr fara badan baa ka muuqda walilaahi alxamd saajidadeenna maanta haddaad eegto dadka ku tukanaya inta u badan 900 meelahaas daanay ka badnaynba masaajidada qaarkood waa dad dhalinyaro ah waa arrin qofka muslimka ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinulislaam jecel ummaddiisana wanaagga la jecel ka farxinaysa waxaynu leenahay waa arrin fiican ee waxaad ku dartaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana inaad barataan oo ilaahay diintiisoo aad baran kartaan oo ceelashii looga aroorayay meel walba ay ka qodan yihiin ha ka haraad danaaninayaa shabaab dhalinyaroy ilaahay diintiisa inaad barataan waajib bay idinku tahay adduunyada barashada intaad ku dadaalaysaan in ka badan ku dadaala ilaahay diintiisa barashadeeda marxaladaa qiimaha badanna ha dayicina inta aad yaryartihiinna nafihiinna ku laylya oo ku tababara cibaadaadka naftu cibaado way la qabsanaysaa hadhow way u fududaanaysaa haddii kale waxaa kugu dhici kara su-ul khaatima intaad yartahay haddaad cibaado nafta ku tababari weydo markaad weynaatana layli inay yeeli weydo dabeetana cibaado la-aan ilaahay aad ku hor tagto oo khaatimadu sida ay kaaga xumaato ilaahay baynu ka magangelaynaa khaatimo xumo rabbi baanaynu weydiisanaynaa xusnul khaatima اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلحنا وأصلح أمتنا وشبابنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح أمتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.